أكدت قبيلة الكبيسي في بيان لها التفاف شعب مملكة البحرين حول قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأكدت قبيلة الكبيسي أن كافة أفراد القبيلة يفخرون بكل المنجزات الحضارية التي يشهدها الوطن الغالي. أعربت قبيلة الكبيسي على أن الولاء لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وأن النظام القطري لن ينجح على الإطلاق في التأثير على وحدتنا الوطنية وتكاتف أبناء البحرين الأوفياء.